برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ حسين حزب، أطلقت إحدى الجامعات منصة تعليمية مجانية تتيح التعليم للجميع في مختلف المجالات والتخصصات. السبت يمني هذه المرة في اليمن والوطن العربي، وإن كانت الظروف قاسية، منصة علمية للتعليم المجاني دشنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعد تشاركية وتفاعلية تتضمن إذاعة إلكترونية وقناة تعليمية لكل ما يدور داخل القاعات الافتراضية. حضرنا لهذه المشاركة على أساس أنها بوابة مفتوحة للجميع للاطلاع فقط، وليعلم الجميع أن ليس لها شهادات، لكن الإنسان يستطيع أن يحصل على الشهادة بطرق معروفة، لكن ليفهم الجميع بأن احنا مع هذا البرنامج، لأنه برنامج سيصل إلى كل من أراد الوصول له. منصة تعليمية للتعليم المجاني تضمنت أكثر من 20 برنامجا مختلفا في جوانب الحياة العلمية والتطبيقية في المجالات الإنسانية والإدارية والمحاسبية وغيرها. السياسة يا أخوان في التعليم العالي والتعليم العام هي سبب ما نحن فيه، وسبب كثير من المشاكل التي نعيشها. ونقول أنه يفترض أن نعلم السياسة كعلم، كعلم وكتاريخ وكذا، لكن لا نمارسها. أنا هكذا فكرتي، بأنه الخطأ الذي ارتكب في الجامعات الأهلية والحكومية بأنهم مارسوا السياسة وهم يستقبلوا الطلاب، مارسوا السياسة وهم يعينوا المدير، ما يسوا السياسة وهم يعينوا العميد، مارسوا السياسة وهم يعينوا. هنا الخطأ المفروض أني أمارس القانون والمعايير والشروط. لهذا أقول السياسة المفروض أن احنا نتفق على أن نبعدها في الممارسة ونتعلمها كعلم. متى سأعرف ومتى سأقول أن هذا الجامعة لا تمارس السياسة؟ عندما أجد فيها أبناء اليمن. إذا نظرت الطلاب وجدت طلاب اليمن كلها، وإذا وجدت الأكاديميين وجدت الأكاديميين اليمن كلها، وإذا وجدت الموظفين وجدتهم كلهم، يعني بكل أطيافهم وألوانهم وأشكالهم. الجامعة التي تصل إلى هذا المستوى هي الجامعة التي لا تمارس السياسة في عملها، بل تمارس العمل الوطني والعمل القانوني والعمل الصحيح. نوافذ التعليم الإلكتروني العربي محدودة للغاية، وقد تكون هذه التجربة اليمنية هي الأكثر تفردا بل والأولى من نوعها في سياق التعليم العالي. إذ تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسات العليا لن تفتح إلا وفقا للمعايير المنصوص عليها في مجلس الاعتماد الأكاديمي، دون أي استثناءات أو التزامات وتعهدات إلا بنسب تحقيق المعايير 100%. نؤكد احنا على أن احنا على استعداد، وكما قال المجلس الأعلى للتعليم العالي في آخر اجتماع له، لإعادة فتحه في هذه الجامعة أو غيرها، ولكن على أسس قانونية وعلى أساس استكمال أي نقص، بحيث لا نعطي فرصة لأي أحد أن يفتح لسانه أو يفتح فمه على الجامعة أو على الوزارة. احنا أردنا أن نقلق، يعني الإغلاق هذا تم، يعني الخلاف إذا جاز لنا أن نقول أن هناك خلاف في هذا القضايا فهو في هذه النقطة في الذات. من هناك من يريد إغلاق وبس، وهناك وإحنا قلنا أوكي إغلاق، لكن من أجل أن نصلح ما سبب هذا الإغلاق. فليفهم الجميع، هذه رسالتنا للجميع في هذا الجانب. مستقبل التعليم الإلكتروني أضحى اليوم أكثر إلحاحا وأهمية من أي وقت مضى، نتيجة التعامل الكبير مع التكنولوجيا منذ أي وقت مضى، ما يتوجب مواكبتها والاستفادة منها. مختار الخطيب، اليمن اليوم.